صحيح، احنا كنا اليوم في ندوة في برلمان الأوروبي، كان الهدف الأساسي هو التنديد بهذا التصعيد لسياسة السياسة الإسبانية والمغربية والتكالب على القضية الصحراوية. مرحبا محمد يحضير، شفت هذه دريك الندوة اللي مصورها ولد محمد عبد العزيز وناشرها؟ هذه شنو معدلها؟ واحد من اسبانيا قال له مانويل بينيدا من لا يسكير ذا وبرلماني اوروبي واخر له لا يقض هذو الايام لا يوف لا يوف وافي حتى في البرلمان الاوروبي. هو الصديق الوحيد اللي عند البوليزاريو تقريبا في البرلمانيين الاوروبيين الاسبانيين، وتابع ديك لا يسكير ذا ونيذي، وكان يدافع عن البوليزاريو بشراسة وفات بوتو، وهو اللي فرض عن هذا يعدلوا هذا في البرلمان الأوروبي. وفي التالي عقب تضايق معه عمار منصور فم في الندوة، لأن يعني الندوة ما جاء حد، ودل كان يقول له مانويل كان يقول عمار على أنه لا يجيها تقريبا من عندك 30 ولا 40 برلماني من اصل 700 وشي من البرلمان، على الاقل من تحصل لك 30 ولا 40 منها راهي لباس، راهي الندوه ينقال عنها تقد توصل تقد تعود ناجحه. جاوا خمسه رواقيش معاه هوايه بحكم علاقات معاه، ما هو بقناعه منهم بالقضيه، وبالتالي منين شاف عمار ذنبته قام يصكك وتضايق معاه، وقالوا نحن ما نقدر نقودوا الدبلوماسيه في البرلمان الاوروبي براسين. احنا قلنا لك على ان البرلمان ضرك داخل انتخابات وليالتها تخلق ذي الندوه وكذا، فهمتني؟ وهذه راك ندوه افشل شيء قد تخلق هو ذي الندوه الوعد للطريق. ايوا يسوقوها هما للناس اللي بعيد من المشهد ولا هي مطالع عليه ولا هي عارفه من معدله. وهو الناس الحقيقة اللي عرفته على أنها لا شيء فاردو مانويل، وجايب الطفيل ولا محمد عبد العزيز ذاك اللي في مدريد يقولوا له الخليل، وجاب معاه طفل ثاني صحافي صحراوي حتى هو طفل من ولاد داود، طفل متعدل والحمودي والبشري، وجاب معاه ذوك الأصدقاء اللي ما هم إسبانيين، يعني البرلمانيين الإسبانيين ما لا هو وحده، وجاء عمار منصور وجماعته ذيك. وفي التالي بعد النتيجة التالية اللي عقبت خلقت هي ضيقتهم اللي خلقت في الندوة هذه، ما يسوقوها لدى الخلق مساكين اللي بعيد على المشهد ولا هو عارفه. يا غير منين تعود في قاعة البرلمان الأوروبي ديك اللي في النقر اللي فيها القهوة والطالع عليك والقاض عليك ومطالع، لذا ما يقدر يسوقوه لك لأنك تراعي فيه بعينه.